دم الشهيد لكينا. شباب وضع الشهيد بيستحمل تحملش إن الناس على طريق العربية. خلوا الدكاترة يشتغلوا شغل جهزوا بعدها تشتغلوا البكشية. الشهيد الثاني في بلدة الخضر خلال 3 أيام اندرعت مواجهات عنيفة في بلدة الخضر في بلدة فسان عقب ارتقاء الشاب قصي حمامرة. الآن في هذه الأثناء وصل جثمان الشهيد الفتى قصي حمامرة 16 عاما بعد أن احتجزته قوات الاحتلال الإسرائيلي لمدة ساعات قبل أن تخرج عنهم قبل قليل ويتسلمهم الهلال الأحمر الذي من جهته قام باستلامه وإيصاله إلى هنا في مستشفى بيت جارة الحكومي في بيت لحم. الآن الشهيد الفتى قصي حمامرة في مستشفى بيت جارة الحكومي. تحيتنا بلا خوف.
اجمع الشباب واطلع بصوت منيح. لازم تقدم كرامي يعني كانت لجنة تنسيق الفصائل الوطني قد أعلنت قبل قليل عن إضراب شامل يشمل كافة مناحي الحياة في محافظة بيت لحم يوم غد الخميس للمشاركة في جنازة الشهيد قصي حمام رصدت 10 عاما بعد أن ارتقى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي. هذا الإضراب يشمل دوام المدارس والجامعات ومختلف مشاغل الحياة للمشاركة بشكل جماهيري موسع في بيت الحمام. يجب الكرام دعوات لإضراب شامل يوم غد يشمل المناحي الحياة الدوام المدرسي والجامعي وكذلك المؤسسات بما فيها الوكالة مدارس الوكالة وغيرها. الآن في هذه الأثناء قصي في مستشفى الرجال الحكومي بعد أن وصل عبر مركبة الإسعاف بعد أن تسلمته الجهات الفلسطينية من الاحتلال الإسرائيلي الذي احتجزه لمدة ساعات بعد اغتياله بقاء قصي شهيدا. الآن تجمع محبون قصي وأصدقائه في هذه اللحظة في مستشفى الرجال الحكومي وسط أجواء من الحزن الشديد والصدمة بهذا المصاب الجلل، حالة من التوتر وحالة من الحزن وحالة من الانهيار حتى أيضا كما ترون يعني أخطر ومصاب جلل على الجميع. استمعنا إلى الهتافات، استمعنا ورأينا مرة في المشهد أيضا التجمع الحاشد للمواطنين الذين وفدوا إلى المكان إلى المستشفى من حسان ومن أكثر من مكان. قصي استشهد في بلدة حسان غرب بيت اللحم. الآن كما ترون لجنة تنسيق الفصائل أعلنت كما قلنا قبل قليل عن إضراب شامل يشمل كافة مناحي الحياة يوم غد يشمل المدارس والجامعات، المدارس بما فيها مدارس الوكالة والحكومة والقطاع الخاص ودعوات للمشاركة بشكل واسع والخروج بشكل جماهيري لتشييع جثمان الفتى قصي حمام راس 16 عاما. كان قصي قد ارتقى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي من قبل القوات التي كانت متمركزة في حسان تقريبا ولا تزال انتشار مكثف لقوات الاحتلال الإسرائيلي في حسان ومواجهات اندلعت بشكل عنيف وكانت ليلة ساخنة تقريبا تستمر حتى هذه اللحظة في البلدة. وسقط على أثرها أكثر من 6 إصابات بالرصاص الحي والرصاص المعدني المغلف بالمطار بالإضافة إلى إحراق مركبة مستوطن وإيقاع جروح بالمستوطن الذي تم إنزاله من المركبة وإحراق مركبته بالإضافة إلى كذلك إلى عشرات الإصابات بالغاز المسيل للدمار. إذن مشاهدين الكرام هذا هو المشهد على ما هو عليه الآن في مستشفى بيجال الحكومي المسمى بمستشفى الحسين حيث يعني يجتمع جميع المواطنين هنا لإلقاء النظرة على قصي الذي ارتقى حالة من الحزن الشديد وحالة من الانهيار التي تصيب الشبان ورفاق قصي الذين فجعوا بهذا الخبر. مشاهدينا الكرام شكرا لطيب متابعتكم، نعود بإذن الله ونوافيكم بمستجدات التفاصيل في نافذة أخرى. إلى اللقاء.